لو كنت مسؤول عن الإعلام تقول لمذيع مين؟ اقعد بقى كفاية كده. كلهم اقول لهم كلهم اقعدهم، ويفضل حضرتك واحمد موسى واللي براشي، نطلع جيل جديد انا ادربه. لو كنت مسؤول عن شارة البث الفضائي تقفل قناة ايه؟ ولا قناة. ولا قناة تقفلها؟ اه فعلا؟ اه كل القنوات سليمة وتمام لا هي مش كل القنوات سليمة فيها؟ هي في فرق بين كل القنوات سليمة وفي فرق بين إعادة. ولا أنت ضد تكميم الأفواه؟ أنا ضد تكميم الأفواه طبعا. ولا حاسس بمرارة قفل القناة عشان أنت قناتك اتقفلت فمش بالزبط هتقدر تعمل كده في حد؟ بالظبط كده. دي حاجة. الحاجة التانية إن العنف ليس دي ميت ده فكر. عندما نستخدم العنف في الفكر ما يجيبش نتيجة، إنما عندما نعيد صياغة الفكر هيجيب نتيجة. يبقى إذن أن القناة المنحرفة عندما نعيد صياغة فكرها هتقوم برسالتها وهتساهم في إعادة بناء المجتمع. لو كنت رئيس جمهورية